أمريكا وروسيا وجهان لعملة واحدة. تحت هذا الشعار نظم اعتصام رمزي أمام السفارة الروسية في بيروت تنديدا بالعدوان الروسي العسكري على سوريا، اعتصام خجول نظمه عدد من الناشطين السوريين واللبنانيين الذين استنكروا ورفضوا أن يكون الدم السوري مستباح لروسيا وغيرها من الدول تحت حجج واهية ومملة كمحاربة الإرهاب. الحكومة الروسية برئاسة الشرطي بوتين صار لها من أول ما بدأت الانتفاضة بسوريا هي عم تدعم الحكومة تبع بشار الأسد والمجازر اللي عم بيقترفها الشخص المذكور بحق شعبه، لكن من طالب الشعب الروسي أنه يتحرك، أنه يتظاهر وأنه يوقف ضد الإجرام اللي عم بتمارسه الدولة الروسية. المعتصمون أطلقوا صرخاتهم على مسمع موظفي السفارة الروسية مطالبينهم بوقف الحملات الشرسة التي تشنها حكومتهم على سوريا قاتلة الأطفال والنساء وفصائل المعارضة السورية من خلال الضربات الجوية المزعومة على مناطق لا وجود فيها لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية كما يدعون، بل هي مناطق تعج بالمدنيين. نحن جايين نقول أنه يطلعوا الكل من بلادنا لنرجع نحن نقدر نرجع بلادنا، يعني أكيد منرفض أي تدخل إيراني روسي. صارت سوريا مستباحة للجميع، لكل واحد عنده مصالح عنده مطامع عم يجي على سوريا، يطلعوا كلهم خلينا نرجع بلادنا ونرجع نعمر بلدنا. أنا ضد أي تدخل بصراحة، يعني مو بس موضوع بس تدخل روسيا من بداية الثورة كان يعني واضح جدا، ودعم للنظام لآخر نفس كان واضح جدا. إلى ذلك دعا المعتصمون المجتمع الدولي أن لا يخذل الشعب السوري كما فعل في السابق، وطالبوا بوضع حد لقتل السوريين بيد الجميع ومن الجميع. صرختنا أنه ما يتدخل فينا النظام الروسي ويطلع براطة، لأنه نحن الصراحة عم تطلع براسنا إلنا كشعب وجزأت سوريا، يعني ما عاد يعني عنيت إلنا كلها طلعنا برا. بهدف حماية نظام القمع المتهاوي يتذوق الشعب السوري اليوم مرين، مر نظام بشار الأسد الذي مارس عليه سياسة القتل والتهجير الممنهج، ومر روسيا التي لطالما ساندت هذا النظام سياسيا من أجل مصالحها، واليوم تساهم في إغراق ما تبقى من سوريين في مستنقع الدماء. رفضا لآلة القتل الخارجية ورفضا لجعل سوريا مسرحا للاقتتال الدولي، يصرخ هؤلاء السوريون ويقولون سوريا لنا وروسيا كفي شرك عنها. من أمام السفارة الروسية في بيروت، رنين إدريس، أورينت نيوز.